مرحبا فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا اللي نتناول فيه الأجمل والأفخم والأغلى والأرقى ضمن 1 كيلومتر مربع. اليوم حلقتنا مميزة، بنزور واحدة من أجمل المدن في دولة الإمارات. طبعا هذه المدينة تعتبر جنة خضراء في وسط الصحراء، طبعا هي مدينة العين، فخلكم معي إلين هناك. بكم أعزائي المشاهدين لنقطة الوصول من رحلتنا الجديدة اليوم والمليئة والحافلة بالتاريخ والتراث والمشاهد السياحية، وبتبدأ رحلتنا اليوم في قلعة الجاهلي. أعزائي المشاهدين، من هني بنبدأ، من هذه القلعة التاريخية المليئة بالمواقف والأحداث واللي تعتبر من أهم وأبرز المباني التاريخية في الدولة. هذه القلعة مليئة وغنية بتاريخ بنكتشفه مع بعض، وبيكون ويانا الأستاذ محمد النيادي مدير إدارة البيئة التاريخية عشان يعرفنا أكثر عن المكان وعن كل غرفة موجودة فيه، فإلى هناك. خبرني عن القلعة هذه، شو اسمها بالضبط؟ وشو سبب التسمية؟ أنت طبعاً وصلت العين الحين، الحمد لله على السلامة، إن شاء الله ما تعبت في الطريق. وش من الحر بس؟ زين، أنت في مدينة العين، مدينة الواحات، مدينة القلاع والحصون، أنت الحين في قلعة الجاهلي، هذه القلعة اللي تشوفها أكبر قلعة مبنية من الطين في دولة الإمارات العربية المتحدة. هذه القلعة بناها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن خليفة أو زايد الأول، حاكم إمارة أبو ظبي في الفترة بين 1855 إلى 1909. بناها لتكون مقر صيفي لعائلته، ومقر لأن تدري الإمارة أبو ظبي تتكون من 3 أقسام، الغربية وأبو ظبي والعين. هذه حر عندكم وايد حر والله. طبعا أنت في الصيف الحين، لكن أنت لأنك في مبنى طيني، هذا المبنى الطيني بارد في الصيف دافي في الشتاء. ما شاء الله. انزين، متى انبنت بالضبط؟ هي يعني انبنت اللي فهمت منك أنه في سنة 1800. هي انبنت القلعة في فترة بين 1891 إلى 1898 اكتمل بناها، وهذه هي القلعة، قلعة زايد بن خليفة وقلعة الجاهلي. سموها قلعة الجاهلي طبعا لأن هنا واحة اسمها واحة الجاهلي.
كانت مزارع نخيل حول القلعة هذه. وفي طبعا الآن كلها واحات، واحة العين، واحة المعترض، واحة الجيمي، واحة القطارة، واحة هيلي تتكون منها واحة العين ومنها قلعة واحة الياهلي. ما شاء الله. زين خبرني عن الغرف اللي داخل القلعة هذه. كم غرفة في القلعة؟ القلعة طبعا لها باب ينوبي مثل ما تشوفها، وباب وباب غربي. الباب الينوبي طبعا منقوش عليه بيتين من الشعر تؤرخ لفترة بناء القلعة. القلعة طبعا اول ما تدخل بتلقى ميالس على يدك اليمين وعلى يدك اليسار، ثم تدخل الى الأروقة تتكون منها الرواق الشرقي والرواق الجنوبي. انزين فيها الغرف، فيها طبعا بير يشربون منها للقلعة، فيها طبعا غرفة علوية. هذه الغرف طبعا تطل على رواق على ليوان من داخل. نعم. بتشوف فيها الزخرفات والفن العمارة الطينية العربية اللي موجودة في الواحات. القلعة مبنية من الطين كاملا. نعم. ومسقفة بيدوع نخيل لأنها من بيئة العين، العين واحات فيها يدوع نخيل فيها كذا. طبعا حصلت لها إضافات فترات الأخرى. القلعة إذا بنتكلم عنها هاي الإضافات صارت في الخمسينات. سبكتني أنا كنت بسألك توني عن الإضافات، يعني هو أقدم قلعة ظني هذيك هي الأقدم. هي قلعة زايد بن خليفة وقلعة الياهلي، هذه القلعة اللي تشوفها في الشرق وفيه البري. نعم. البري المتميز اللي له عمارة معينة ومعروف في دولة الإمارات، موجود على فلوس، موجود على شعارات، هذا بري الياهلي المشهور، هذا مشهور بري الياهلي، وهي قلعة الياهلي. هذه الإضافات صارت في الخمسينات. نعم. يمكن قوة ساحل عمان كانت موجودة هنا. نعم. في المسجد في الجهة الجنوبية، وكلها تكون مجمع الجاهلي أو قلعة الجاهلي التاريخية. والإضافات هاي في سنة كم انضافت؟ هاي الإضافات انضافت يمكن في الخمسينات وكذا، كمقر قوة دفاع ساحل عمان. نعم. ثم قوة دفاع أبوظبي استخدمتها. نعم. حتى تم استلامها من قبل الآثار في السبعينات، وتم ترميمها عدة ترميمات. في 2007 تم ترميمها بالطرق علمية حتى تتناسب مع المواصفات العالمية ومواصفات اليونسكو. نعم. واستخدمت لها وسائل حديثة بدون لا تأثر على المبنى نفسه كمبنى. ترميمات يمكن نشوفها على الطبيعة داخل، خلنا ندخل داخل ونشوف الترميمات اللي صارت في قلعة الجاهلي من بعد 2007. هذا الحين نحن في الأجزاء اللي تم ترميمها في 2007 من قلعة الجاهلي. طبعا القلعة تم ترميمها حسب مواصفات اليونسكو باستخدام المواد اللي تشوفها الطبيعية اللي كانت مستخدمة في القلعة الأصل، الطين، جذوع النخيل، المواد اللي كانت في بيئة العين. وتم بناء القلاع فيها، مجموعة القلاع اللي في العين ومنها هذه القلعة. طبعا بعد استخدام مواد حديثة ووسائل لتطوير هذه القلعة، منها الإضاءة مثل ما تشوف، ومنها التبريد الذاتي للقلعة من خلال تمرير أسلاك مائية في جدران القلعة بحيث تكون باردة. إذا تلمس الجدار الحين بيكون بارد عشان تكييف ذاتي للقلعة. وهذا التكييف تقنية جديدة استخدمتها الهيئة في تطوير هذه المباني. طبعا مثل ما تشوف أصبحت مركز للزوار، مركز كل زائر مدينة العين يمر على القلعة هذه، يمكن ينتقل منها إلى أجزاء أخرى من العين. مدخل مركز الزوار وجزئية فيها بروشورات توضح الأماكن السياحية لي في مدينة العين. كذلك فرع لدار الكتاب الوطنية في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، الإصدارات الجديدة يمكن للزائر سواء أن المقيم أو السائح يطلع على آخر إصدارات الهيئة من كلمة وما تبعها من دار الكتاب الوطنية. هنا بنشوف القلعة هذه، بنشوف هذه الجزئيات. هذا الجناح وجناح المؤقت للمعارض اللي تحدث في القلعة. يعني هذا كله مؤقت الحين. مؤقت مثلا احنا احتفلنا في 2009 بتقريبا بمرور 100 سنة على مئوية زايد بن خليفة حاكم إمارة أبوظبي. مثل ما تشوف هذه الصور توضح هذه الفترة، وفي معارض مؤقتة تحدث فيها. أيضا الساحة اللي في الخارج في فعاليات كثيرة تحدث فيها، أوماد والموسيقى الكلاسيكية، ساحة كبيرة تحمل 2000 شخص تقريبا من خلال الفعاليات اللي تحدث في العين. أو أي جهة من جهات العين يمكن تعمل فعالية، يمكن تعملها بالقلعة لأنها مبنى تاريخي وتعكس مدينة العين وتعكس تراث دولة الإمارات. يمكن ننتقل إلى الجزء الشمالي من القلعة، بنشوف الجناح اللي فيه صور الرحال البريطاني كيسنجر اللي عبر الربع الخالي في منتصف الأربعينات. بشوف مجموعة الصور. تفضل. نحن يا أخ طارق الحين في الجزء الشمالي من القلعة والإضافات الجديدة اللي هي جناح ويلفر كيسنجر الرحالة البريطاني أو مبارك بن لدن كما أطلق عليه الشيخ زايد. هذا الجناح يمثل صور عن حياة هذا الرحالة. نعم.
اللي عبر الربع الخالي في الفترة بين 1946 ل 49، وكان عندهم هدف انهم يكتشفون هذا المكان اللي غير مكتشف الربع الخالي، فعبر من اليمن، عبر على عمان، على مر على المنطقة الغربية، ثم وصل الى العين وقابل الشيخ زايد بن سلطان رحمة الله عليه في قلعة المويجعي، ومر هنا وخذ مثل هذه الصورة لقلعة الجاهلي، فمجموعة جميلة من الصور عندنا. ردنا أن نعرف الناس على هذا الشخص وعلى مجموعة الصور في هذا الجناح. عرضنا مجموعة الصور الخاصة به، طبعا قصة مكتوبة في كتاب الرمال العربية، وفي قطع من الأشياء مشابهة للي استخدمها في رحلته. استخدم في رحلته هذه استخدم الناقة. طبعا هو الرحلة في الوصول إلى هنا استخدم الناقة، لكن في رحلته طبعا الربع الخالي ما يتعبره إلا الجمال، وعنده أدلة خاصين يقدرون يعرفون الطرق الربع الخالي، موجودين هم بن كبينة وبن غبيشة، موجودين الحين الله يعطيهم الصحة والعافية، يمكن صورهم موجودة هنا، وحن افتتاح القلعة يمكن خليناهم يكونون موجودين عندنا في هذا المكان. طبعا احنا الحين قدام المدخل الحصن القديم، هذا الحصن القلعة زايد بن خليفة وقلعة الجاهلي. نعم. زين، الباب هذا الجنوبي تأرخ عليه طبعا بيتين من الشعر تأرخ تاريخ فترة هذه القلعة، وبيتين الشعر تقول: فتح باب الخير في باب العلا، حل فيه السعد في العليا المنيف، تهاني العز قالت أرخو، دار جد شادة زايد بن خليفة في 1316 هجري، يعني توازي 1891. نعم. هذا الباب الجنوبي مثل ما تشوف، مثل القلاع الموجودة في العالم الإسلامي موجودة في العالم العربي، في هذا الباب وسائل دفاع، سقاطات للحماية القلعة، وفي الدتشات هذه مثل ما تشوفها في هذا الباب، ويمكن ندخل القلعة نشوف باقي الأروقة اللي فيها. طبعا احنا الحين في ساحة قلعة الجاهلية او قلعة الشيخ زايد بن خليفة. هذه القلعة مثل ما تشوف لها ساحة داخلية مثل القلاع الإسلامية في العالم الإسلامي، ولها أروقة تحيط بالغرف الداخلية، دائما الرواق يحجب الرؤية عن الغرف اللي في الساحة بحيث ما يعرف. مثل ما شفت من مدخلها المجالس دائما تكون على اليمين وعلى اليسار من المدخل، تشوف الزخرفات هذه الجصية، طبعا هذه تعطي جماليات للقلعة، تعطيها التهوية. الغرف دائما شبابيكها نازلة على الأرض أقرب عشان تقدر تدخل التهوية، وهي كانوا يسكنون أهل البيت. هذا طبعا هذا. طبعا القلعة هذه كانت مقر سكن لعائلة الشيخ زايد بن خليفة. نعم. لأن تدري العين مصيف لأهل الإمارات. نعم. أهل أبوظبي في وقت الغوص يطلعون على الغوص. نعم. والرجال العوائل وكلها تنتقل عن طريق القوافل إلى مدينة العين كمصيف، لأنها مدينة واحات، مدينة فيها طبعا موسم النخيل، موسم الرطب في ذاك الوقت، فيكونون لهم مقرات، يكونون لهم علاقات في واحة العين. العين طبعا خمس واحات: الجيمي، القطارة، العين، المعترض، هيلي، واحة الياهلي في ذاك الوقت، يعني قبل 100 سنة اللي هي قريبة من القلعة. اختار الشيخ زايد أن يبني هذه القلعة رحمة الله عليه تكون في موجودة جنب قلعة منطقة الياهلي من زارعهم ومنقيلهم، فاختارها لتكون مقر لأسرته، مثل ما نقول أنها عاصمة صيفية أو قلعة مقر صيفي في الإمارة في المنطقة الشرقية منها. هنا هذه الواحات يمكن تشوف أنت كل واحات العين حولهن قلاع، حولهن مساجد، تخللهن بروج للمراقبة للحماية، في هنا أسواق مثل سوق القحارة. إذا بتشوف العين، الواحات العين لها تاريخ قديم تمتد إلى 3000 عام من نشأة الفلج في العصر الحديدي، فأنا أدعوك تشوف الواحات، مر على لا واحات. لا أكيد، نحن من ضمن خطتنا اليوم، يعني غير من ضمن خطتنا وجولتنا اليوم أن نروح إلى أحد الواحات من واحات العين. نعم. أكيد. شو تحب تقول أبو عبد الله؟ والله أقول أن العين، مدينة العين أو كامل مناطق الإمارات تزخر بكثير من المواقع الأثرية، المواقع التاريخية، واحات، فأدعو الناس يعني أنهم يزورون هذه المناطق، يزورونها للنظر إلى هذا التاريخ، إلى التفكر، إلى تعليم الأجيال، وريتم أن هذه البلد عريقة تمتداد إلى آلاف السنين ومستمرة ما قبل البترول،
وما ينظر لها ينظر للماضي وينظر للحاضر لما وصلت الى دوله الامارات. ويا مرحبا بكم حياكم الله في مدينتكم مدينه العين. مدينه ما قصرت. يا مرحبا. شكرا لك على الفرصه الطيبه ووقتك الثمين اللي اعطيتني عشان نتعرف اكثر على المكان الجميل هذا. اعزائي المشاهدين رحلتنا لا زالت مستمره، خلكم ويانا بعد شوي بننتقل الى احد واحات العين ونشوف المناظر الجميله والخلابه في مدينه العين. تفضل معنا. تتميز مدينة العين عن غيرها من مدن الإمارات كونها مصدر للمياه الطبيعية النقية وأراضيها الخصبة ومزارعها المتنوعة. بساتين أشجار النخيل وغيرها من بساتين أشجار الثمر تنتشر وبكثرة في مدينة العين، وأكثر شيء يعجب الزائرين هنا هي أفلاج المياه اللي تتسلل بين الواحات وكأنها أنهار فردوسية تزين المكان. بندخل بعد شوي إلى أحد هذه الواحات حيث ينتظرني علي عبد الرحمن وهو مالك جزء من هذه الواحات ومراقب عليها بعد، بيخبرنا أكثر عن أهمية هذه الواحات قديماً وفي الحاضر بالنسبة لأهالي مدينة العين. أنا نجلس هنا شكل الماء مغري خلي الواحد يبي يجلس. علي خبرني عدد المزارع اللي موجودة هنا. تقريبا 500 مزرعة. 500 مزرعة. أي نعم. هل المزارع هذه مزارع ملك خاص ولا؟ هي ملك خاص لأصحاب الشيوخ. نعم. وللناس يعني زين القبائل. نعم. بس القبائل معروفة زين، وفي نفس الوقت طول عمرك في كذا مناطق يعني مكتوبة الوقف لفعل الخير. نعم. اللي هي حق مكتوبة عند اللي شفتها الأوقاف. شفتها. نعم. أيوة. يعني في ناس تحط مثلا يلبه او يلبتين او عدد نخيل 5 6 تقول هاي وقف زكاة مال. نعم. يسمونها حق المساكين او المسايد يعني. المحصول من المزارع هذه؟ المحصول المزارع هم يديرونها ويقيمونها، محصول المزارع حق الوقف. حلو. زكاة مال يسمونها. حلو. والمزارع هاي كلها المحاصيل اللي فيها تتسوق؟ اي نعم. تتسوق. تتسوق. وحين الحمد لله الشيوخ والدولة ما مقصرة، سوت مصانع وتسويق التمور ودعمت المواطن ودعمت الشعب كله على أساس أنها تحافظ على النخيل عامة. علي كلمني عن الأفلاج والماء اللي يجي المزارع هذه من وين بالضبط؟ طول بعمرك هاي الأفلاج تعتبر داودية، تي من عيون من باطن الأرض تجري تقريبا من مسافة من الواحة هذه تقريبا 18 كيلو لغاية توصل لمكان هي الشريعة عقب التوزع. في كل منطقة لها درب أو لها مجرى ماي، وفي نفس الوقت تنسقى، فهاي الماي دورانه 24 ساعة يعني ما فيه نفس ما تقول ليل ماشي ونهار، لا دورانه 24 ساعة. وطبعا الداودي يدور خلال في الصيف يفرق عن الشتاء اللي هو الصيف يكمل تقريبا 18 يوم. 18 يعني. نعم. ولا في الشتاء يقصر يومين لان تعرف انت يكون الجو بارد فالنخيل ما تبى ماي وايد، فتحس انه دائما رويانه. صح. اما في الشتاء تعرف حراره الجو. صح.
في الصيف يعني حراره الجو وفي نفس الوقت بخار الماء من الشمس، فاشتغلت يعني يومين زياده او ثلاث ايام. هاي نعم. زين يعني الحين الماء هذا جاي من عين واحده. هاي نعم. اللي هي عين داوودي. اي بس في امهات يعني كذا عين، مش عين واحده يعني. هي يسمونها الداوديه. على الواحه هذه كلها كم عين؟ عينين. عينين. عين الفلي الداودي وفلي فلي الداودي وفلي العيني. الواحه كلها. خبرني مساحه الواحه هذه كامله، كم تبلغ مساحتها؟ طول بعمرك، واحه العين مساحتها كلها تقريبا 1,600,700 كيلو متر مربع. 1,700,000 كيلو متر مربع. نعم. كبيره. اي نعم، كامله تعتبر. حلو. وفي يعني بس يعني نفس ما تقول الواحه كلها، مش انها هي يعني بقياس معين. نعم. يعني في نفس ما تقول شكل مختلف. نعم. مش انها بقياس. ومتوزع على المزارع. ايوه متوزع على المزارع. حلو. حلو. زين شو المحاصيل اللي موجوده؟ شو المحاصيل اللي تجنونها من المزارع هذه؟ طول بعمرك، النخيل. نعم. والحمضيات. شو اللي يتسوق اللي عندكم؟ النخيل. النخيل. انزين. والحمضيات ما تسوق، لكن في ناس تستغرقها حق بيتها كما أكل لهم يعني. أصحاب المزارع نفسهم. أصحاب المزارع نفسهم. حلو. نعم. زين متى موسم جني المحاصيل؟ جني المحاصيل طول عمرك من تقريبا 20/5 لغاية نص 10 أو آخر 10. ماشي، يعني تقريبا تقدر تقول ما الأربع أو خمس شهور تقريبا. إيه فترة الصيف تقريبا. فترة الصيف. يعني يناسب في نفس الوقت اللي هي الحمضيات والنخيل مع بعض. مع بعض. إيه نعم. زين علي، شو الاعمال اليوميه اللي تصير في المزارع؟ طول بعمرك، الاعمال اليوميه اللي تصير في المزارع دائما. نعم. عندك اول شيء تنظيف الواحه من العشبات الضاره او النباتات الضاره، وفي نفس الوقت نخليها منظر سياحي. اللي هي الطرق الرئيسيه، ومده نتابع السقايه، ونتابع طول بعمرك الوقايه والرش. نعم. مع اللي تعب النخيل او فيها اضرار او فيها شيء نتابعهم، اي حاله تصادفنا في المزارع اذا كان المالك بلغنا او نحن شفناها. نعم. نتابعها. وفي نفس الوقت عندك التخطيط مع الملاك، يعني اعاده ملكيات. نعم. واعاده نفس ما تقول ملكيات لاصحاب المزارع. زين. وعندك طول بعمرك نتابع اذا كان في مثلا وفود زائره. نعم. وفود زائره نتابعها، نعطيهم نسمى تقول البلوشينات على اساس نخبرهم الاماكن، واذا هم يبون ان في حد مرشد وياهم نرشد معاهم ونراويهم الاماكن. ايوه، والاماكن التراثيه، الاماكن القديمه او مجرى الماي. كيف المده، يعني نعطيهم البيانات. حلو، تعطونهم فكره عن المكان. ايوه فكره عن المكان. كم نسبه الـ الزوار او السياح سنويا اليوم تقريبا يعني؟ والله تقريبا انا بحصي لك اياهم تقريبا بس ثلاث شهور ما يقارب 18,000 زائر. ثلاث شهور. اي نعم. ما شاء الله. ثلاث شهور، اما في السنوات تقريبا يعني احسبها انت، بس عندنا نحن نفس ما تقول مواسم، هي مواسم فتره الشتاء اكثر سياح. طبعا الجو هذا في الصيف حر. في الصيف. نعم. السياح ايون، مش انه ميون، لكنها نفس ما تقول أقل، لكن بسبب شدة الحرارة. صحيح. بس هم يحبون يجون في الصيف عشان بس يشوفون الرطب والتمر، كيف تطلع النخل. حلو. كيف ثمرتها، يستغربون مثلا نفس ما تقول من الألوان. يعني تيك مثلا أحمر أو الأصفر. أيوة، فيتابعونه ويشوفونه ويحبون أن يأكلون منه. فهذا يعني اللي هو يفرق عن بس فترة الشتاء أكثر. يجيكم دعم؟ يجيكم دعم حكومي بالنسبة للمبيدات الحشرية، للاهتمام بالنخيل وبالزراعة اللي موجودة؟ لا الحمد لله، الشيوخ ما مقصرين. نعم. عندك الدعم من الشيوخ ومن الديوان ومن اسمها من الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة، وعندك الشيخ محمد بن زايد. مرحبا. وايد مهتمين في، حتى يقول لك مهتمين في الدوران الفلي كم دار هالشهر. نعم. يعني الشهر هذا كم كمل، كم يوم دار فيه مثلا فلي الداودي او العيني او الواحات الثانيه. فنفس ما تقول متابعينها وداعمينها دعم لا محدود. ما شاء الله. والشيوخ مو مقصرين ومحافظين عليها مثل عيونهم مخلينها. انا اللي كنت اعرفه علي ان المكان هذا كان قبل منطقه سكنيه، وكانت هني بيوت. ايوه. زمان. صح. خبرني اكثر عن القصه هذه. طول بعمرك اول الناس كانت ساكنه، كل واحد عدى لمزرعته. يروح يطلع من بيته يعابل مزرعته. يعني ينظفها، يخلبها، ينبتها، نفس ما تقول نفس ما يقول المذل من زرعها حصد.
صح. إنزين. صح. وفي نفس الوقت يعني كل واحد يدير حلاله، ويوم يخلص أدى المغارب رد لبيته. فكان البيوت حوالين المزارع. نعم. كل واحد وعدال مزرعته ويعابل مزرعته ويعابل محصوله ويسويه، فيخزن منه حقه، فالباقي يبيعه. الحين تحولت البيوت وتمت المزارع. ها نعم، لكن هالبيوت طول نعم. عمرك تحولت، لان تعرف انت توسعت و... نعم. والواحد الحمد لله الشيوخ والبلديه والتطور هذا، وبعدين البلديه الحمد لله ما مقصره في الواحه. اكيد البلديه خصوصا قسم الافلاج يعني نعم. مش مقصر، عطنها ناس ما تقول محافظ عليه من كل النواحي يعني. علي، شو تقدمون انتم هني حق السياح؟ طول بعمرك، حق نقدم حق السياح بروشرات، في نفس الوقت ندعمهم ل يعني يجرونا في الواحه هذه، يتعلمون معالمها. وقسم الافلاج في بلديه العين سوى نفس ما تقول نموذج، وزعها حق المدارس، حق الجامعات، حق الطالبات والطالبين والطلاب، على اساس ان طول بعمرك يجرونا هني يتعلمون من تراث العين وتراث الامارات عامه. عموما جزاك الله خير وما قصرت، ومشكور على الفرصه الحلوه هذه، وزين ان جينا عندك وبردنا شويه، لان الصدق حر. ويعني انك انا دراجه من دبي لين عندكم هني، طالع رحله، قلت اي بدراجه واغير جو شويه واجيكم هني ونزوركم. مشكور على الفرصه الطيبه هذه الحلوه، شكرا على الشرح الجميل. اعزائي المشاهدين، خلكم ويانا، رحلتنا لا زالت مستمره في واحات العين بعد الفاصل. استاد هزاع بن زايد من احد الملاعب المتميزه في دوله الامارات من حيث البناء والتصميم، حيث ان سقف الملعب يغطي مقاعد المتفرجين للساعه 5، وبهالشيء يوفر لهم حمايه وظل من اشعه الشمس. واذا معنا الى هذا المكان الفخم والعملاق، بنكتشف ان 17 شهر ولا شيء، حيث ان الملعب هذا وصل ارتفاعه 50 متر، وهذا الشيء يخلي اعلى المباني اللي موجوده في العين على الاطلاق. بالاضافه لامور ثانيه بخبرنا عنها الاستاذ راشد عبد الله مدير الملعب، واللي بنحاوره بعد شوي، فخلكم معي. مرحبا فيكم اعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم مره ثانيه حاليا في استاد الشيخ هزاع بن زايد، ومعي الاستاذ راشد عبد الله. يا مرحبا فيك. مرحبا يا هلا، عساك بخير. مرحبا اخوي. اخوي راشد، ابغاك تكلمني شوي عن الاستاذ هزاع بن زايد. انا عرفت وقريت عن الاستاذ هذا انه في عدد معين من الكراسي، كراسي الجمهور، كراسي نعم. الاعلاميين، عدد نعم. الغرف والمواقف نعم. كلمني عنه. طبعا استاذ هزاع بن زايد هي تعتبر تحفة معمارية لمدينة العين وإمارات أبو ظبي بشكل عام والمنطقة كامل. انا عن نفسي يعني ما شفت احلى من هذا الاستاد. نفس عن المقاعد، طبعا تتسع ل 25,000 متفرج. اللي يميزنا في استاد هزاع بن زايد ان عندنا 3,000 كرسي مقصورة الرئيسية، اللي هم دخول مميز وقاعة رئيس مجلس إدارة، وعندنا بالإضافة إلى ذلك عندنا بعد 10 كباين للضيوف الكبار الشخصيات. ما عندنا التيرمز، لو لاحظت اني انا قلت لك مميز وقاعه رئيس مجلس اداره، ما عندنا التيرم في اي بي او في في اي بي، لان الامه العيناويه كلهم يعتبرون الفي في. سلام على الامه العيناويه. يا مرحبا. نعم.
طيب كلمني عن مواقف السيارات. طبعا يتسع عندنا مواقف سيارات قرابة 4500 سيارة في وقت الحالي إن شاء الله، وطبعا في مراحل القادمة إن شاء الله بنوسعها وبنخليها أمور سلسة للجماهير العنوية. يعني في خطة خطة في خطة جديدة. نعم طبعا مثل ما تعرف أستاذ هزاع بن زايدي مشروع من ضمن المشاريع الكبيرة على عدة مراحل، مثل ما شفت عندنا بعد المرافق اللي مصاحبة لأستاذ هزاع بن زايد اللي هو الجيم، أكبر جيم عندنا تقريبا 5800 قدم عندنا، تعتبر واحد من أكبر الجيم موجودة في إمارة أبوظبي. والحمد لله حين بنبني الفندق وبنايات السكنية وبنايات التجارية وفي مراحل ثانية من المشاريع الثانية، لكن تعتبر استاد هزاع بن زايد مثل ما قلت تحفة معمارية ووجهة رئيسية حين إن شاء الله بلاشك. بتكون في مدينة العين إن شاء الله. زين أخوي راشد، خبرني عن أهم المباريات اللي صارت في هذا الاستاد سواء كانت محلية ولا عالمية. صحيح طبعا في عدة محافل دولية صارت عندنا، نفس البطولة الآسيوية وعندنا بعد في نفس الوقت الدوري لجنة المحترفين اللي هو حاليا دوري الخليج العربي. من أهم المباريات اللي استضفنا كأس دوري الخليج العربي ما كان ما بين نادي الجزيرة ونادي الأهلي، استضاف الأستاذ هزاع بن زايد زايد التتويج وهذا. وطبعا اللي الواحد من أهم المباريات اللي تصير في أستاذ هزاع بن زايد كاستضافة ومحفل عالمي اللي هو استضافة فريق مانشستر سيتي، طبعا معروف أنه نادي مملوكة للدولة، فالحمد لله يعني شرف لنا أن الأبطال بريميوم ليج جايين عندنا ويبارون أبطال الإمارات. ممتاز. إن شاء الله. طيب خبرني عن الفعاليات أو أهم الفعاليات اللي صارت في هذا الأستاذ. صحيح. بالنسبة للفعاليات احنا طبعا احنا كإدارة استاد هزاع بن زايد نحاول نوجه رسالة ان استاد هزاع بن زايد مش بس كرة القدم. طبعا احنا قمنا بعدة فعاليات، بعطيك مثال الحين ساعة الأرض، استضفنا فعالية ساعة الأرض لما طفينا الليتات وكل شيء وشاركنا في هذا الحدث. زايد كانت عندنا فعالية جائزة سمو الشيخة الشمسة بنت سهيل، أقمناها في المقصورة الرئيسية والحمد لله. وعندنا أماكن أن نقدر نستضيف فيها محاضرات أو اجتماعات أو ندوات من هالقبيل، وكل المرافق يعني أن تسهل الفعالية نفس هذه. حلو. نعم. معلوماتك جدا حلوة بس الوقت قاعد يمر. نعم. أعزائي المشاهدين بنتقل الحين من المكان هذا إلى أماكن ثانية في استاد هزاع بن زايد. خلكم معانا وأستاذ راشد عبد الله، مشكور على المعلومات هذه، ما قصرت، يعطيك العافية. الله وبين اللقاء إن شاء الله، وأكيد بتابع المباراة اليوم في النادي هذا في الملعب هذا وبستمتع بالمشاهدة بما أن حظنا اليوم أن نتابع مباراة مانشستر سيتي مع فريق العين اللي بيلعبون معهم. فعلا مثل ما قلت يعني أبطال الليج يتحدون أبطال الإمارات، وهذا شيء جدا فخر بالنسبة لي أنا أني أحضر المباراة هذه. خلكم ويانا أعزائي المشاهدين بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، جولتنا في استاد هزاع كانت قصيرة لكنها فعلا مثيرة جدا. على قدرت اني اتابع مباراة نادي العين مع ضيفه البريطاني مانشستر سيتي، وفوق هذا في واحد من المشجعين اعطاني الكاب هذا قال لي تلبسه وانت تصور. عموما بما ان نحن في العين في مكان لازم نزوره مع بعض، هالمكان يعتبر جنة على الارض بالنسبة للسياح والزوار لمدينة العين، مبزر الخضرة، فإلى هناك. مرحبا فيك اخوي حسن وشكرا لك على وقتك انك تعطيني اياه، ونبغى نعرف اكثر عن مبزره. اباك تخبرني شو هي مبزره الخضراء. ف
في البداية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن نرحب بكم في مدينتكم مدينة الواحات، وطبعا اليوم وجودكم معنا تشريف بالنسبة لنا. بالنسبة لموضوع مبزرة الخضراء، طبعا مثل ما أنتم شايفين عبارة عن منتجع سياحي بين أحضان الطبيعة وسط الجبال والهضاب اللي موجودة مع المساحات الخضراء المغطاة. خبرني عن المساحات الخضراء، كم نسبة المساحات الخضراء وكم نسبة مساحات الماء اللي موجودة هنا؟ طبعا المساحات الخضراء المتوزعة في منطقة مبزرة كثيرة ولله الحمد، وقاعدة يعني تتغطى أو تسقى من مياه الأبار اللي موجودة الجوفية اللي موجودة في منطقة مبزرة. كذلك المساحات اللي تغطيها البحيرات، طبعا عندنا بحيرة وحدة فقط مع مجاري المياه الجوفية هذه، كذلك في عندنا عدة مسابح عامة ومسابح خاصة. كيف جت فكرة إنشاء مكان مثل هذا؟ بدايات الفكرة حقيقة كانت من المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمة الله عليه، عبارة عن اكتشاف مياه جوفية موجودة في المنطقة هذه، فأمر بحفر أبار على أساس أن يشوفون يكتشفون هل المياه هذه مياه مالحة أو مياه صالحة للشرب. هي طبعا مياه غير صالحة للشرب مثل ما خبرتكم فيه قبل، هي مياه تعتبر مياه صحية للعلاج العديد من الأمراض مثل الروماتيزم أو العظام، وفي ناس قاعدة تقصد المنطقة هذه من خارج الدولة للعلاج على أساس وتقعد في المسابح المخصصة، كذلك تقعد على مجاري المياه اللي موجودة حاليا عندنا. فقط اللي يميز الحديقة أو حديقة مبزرة حقيقة أنها مفتوحة للجميع من دون استثناء. مثل ما أنت تعرف في حدائق موجودة عندنا في مدينة العين مخصصة للنساء والأطفال أو للعائلات، ولكن اللي يميز حديقة مبزرة أنها مفتوحة لجميع الجنسيات والجاليات بغض النظر إن كان عائلات أو عزابية. فاللي يميزها أكثر أن الواحد يقدر يأخذ راحته مع عائلته، يحضر معاه حاجاته أغراضه، حاب يشوي يأخذ راحته. كذلك خاصة نحن عملنا مكانات للمدخنين، هذا اللي يميز حديقة مبزرة فعلا عن باقي الحدائق اللي موجودة في مدينة العين. حاليا المتوفر عندنا 4 مطاعم، ولكن في الخطط المستقبلية موجودة عندنا إن شاء الله، ورصدت لها ميزانية على أساس أن لكثرة الزوار اللي موجودين عندنا واللي قاعدين يزيدون كل فترة الحمد لله، في الخطط إن شاء الله موجودة على أساس نزيد عدد المطاعم عن اللي موجودة حاليا. أستاذ حسن أشكرك على وقتك الثمين اللي أعطيتني إياه وعرفتنا أكثر على المنطقة الجميلة هذه لنا وللمشاهدين، يعطيكم العافية وأتمنى لك التوفيق أنت وبلدية العين طبعا في خططها ومشاريعها القادمة. يعطيك العافية ومشكور مشكورين. الله يجزاكم خير. مشكورين. تسلم. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين ولازلنا في مبزرة الخضر، طبعا هذا المكان الساحر والجميل، ومعاي ضيف ثاني بيشرح لنا أكثر وبيخبرنا عن هذا المكان، الأستاذ محمد راشد الظاهري مشرف في مبزرة الخضر. طبعا مرحبا فيك أول شيء. في 1 كيلومتر مربع، أول شيء أحب أعرف أكثر عن المكان هذا، خبرني عن الفعاليات اللي تقام في المكان المميز هذا. طبعا فيه حفلات عيد الميلاد، في بعض الشركات تيب افراد الشركات اللي عندهم يطلعون رحله هني، يكون بوفيه مفتوح. في بعض الاوقات في صار عندنا عرس من افريقيا يعني كان موجود هنا عندنا، بس طبعا تكون هاي بتصريح قبل ما تقام هنا، لا هي لازم يكون من تنظيم عشان نحدد لهم المكان وشو الاشياء اللي لازم يسوونها في المنطقه. زين، متى المواسم اللي يتم تنظيم فيها الفعاليات، سواء كانت فعاليات من تنظيم حكومي او غير حكومي؟ طبعا شوف، الاشياء الموسميه هي
الأعياد طبعا تكون في فعاليات، عندك عيد الاتحاد طبعا، في المدارس، عندك الجامعات، المؤسسات، الشركات، كثير من الشركات تسوي عندنا يعني تكون موجودة هنا. خبرني كيف تقدم بزرة الخضراء الوجه التراثي لمدينة العين لزوارها والسياح اللي موجودين؟ طبعا تكون في فعاليات تراثية موجودة، في خيام تكون موجودة تقدم أشياء تراثية، عندك في العيالة وفي الرزفات تكون موجودة هنا، فتستقطب الناس تكون موجودة عندنا. براشد، هل تعتبر مبزرة الخضرة هي الوجهة الرئيسية أو الوجهة الأولى للسياح في مدينة العين أو الإمارات أو خارج الإمارات بشكل عام؟ طبعا طبعا هي الوجهة الأولى، مش بس من المدينة أو من دولة الإمارات، عندنا الناس تجينا من السعودية ومن قطر ومن البحرين ويقعدون على اليومين والثلاثة أيام والأربعة أيام، يعني الحمد لله فيها أقبال كبيرة، وخاصة موسم الأعياد أو موسم إجازات المدارس فيها زوار من دول الخليج. أستاذ محمد راشد، أشكرك على وقتك الثمين على شرحك أكثر لمبزرة الخضرة، يعطيك العافية وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله أنتم وبلدية العين طبعا القائمين على المكان الجميل هذا، يعطيك العافية ومشكور. حياكم الله إن شاء الله ونشوفكم إن شاء الله مرة ثانية إن شاء الله، وحياكم الله في أي وقت. مشكور، يعطيك العافية. حياكم الله. شكرا لكم اعزائي المشاهدين على مرافقتكم لنا في رحلتنا اليوم اللي زرنا فيها مناطق عديده في مدينه العين، وطبعا على امل ان نلقاكم مره ثانيه في برنامجنا اللي نتناول فيه الاجمل والافخم والاغلى والارقى على قناه افخم، ومع السلامه.